ونبدأ بخبر برضو حلو دلوقتي، هو الاتحاد الافريقي. اعتقد ده خبر يعني ناس كتيره جدا كانت سعيده ان هي تسمعه. الاتحاد الافريقي لكره القدم بيتكلم عن الكاف، عين هنا الحكم الدولي امين عمر لاداره مباراه رواندا وجنوب افريقيا، ده في اطار التصفيات المؤهله طبعا لكاس العالم 2026، ومفروض هيلتقي منتخب رواندا مع جنوب افريقيا في الجوله الثانيه، ده من دور المجموعات، هيكون ان شاء الله يوم الثلاث يوم 21 نوفمبر الجاري تحديدا. و الطاقم التحكيمي برضو خليني اقول لحضراتكم كله مصري، هيعاون امين عمر فيه محمود ابو الرجال واحمد توفيق واحمد الغندور كحكم رابع. وطبعا بنكون يعني هنا ليه فرحانين، لان انت بتبقى فرحان بحكامك وبتامل دايما ان هم يكونوا الافضل، لان تاني كل ما بندي او بنقدر نقول ان بيكون عندنا كوادر رائعه جدا ده بيكون لصالح المنظومه الكرويه كلها. فعلشان كده الخبر ده اسعد ناس كتيره جدا. بس تاني هرجع اقف عند نقطه يمكن اتكلمت فيها في الاسابيع الماضيه، علشان فكره ان انا بسعد لما بيبقى في رمز مصري في اي مجال ما بيروح وبينجح وبيتوجه كمان افريقيا وبيمثل مصر عالميا وغيره، انت بتسعد بتفخر بيه اولادك. لكن قصه التقليل من الذات والتقليل من الشان اللي للاسف الشديد بيحصل في فترات كتيره جدا وبشكل مكثف على بعض الكوادر اللي عندك دي، بتعطل الى حد كبير ان انت تلاقي نفسك منتشر او المصريين يبقوا منتشرين وناجحين في مجالات مختلفه عالميا وافريقيا. فالنقطه دي لو قلت شوية أعتقد ممكن يفرق بشكل كبير، لو بقى عندنا كمان ثقة في نفسنا أكبر، لأن فكرة برضو أن تقليل الذاتي ده مش حلو أبدا من الشخص، سيبك من اللي حواليه، من الشخص أعتقد مش جيد جدا. إحنا لحد دلوقتي بنتكلم عن المنظومة التحكيمية أن فيها مشاكل، وهي فيها مشاكل طبعا، بس إحنا لا نؤمن ولا نثق بشكل كبير في الحكام المصريين. وكنا اتكلمنا قبل كده لما كان بيريرا قال لك الماتشات القمة هيديرها مصريين، ناس كتير قوي اعترضت، قال لك ده قرار كارثي. هو مش قرار كارثي على فكره، هو قرار طبيعي جدا، لان الحكم مهما كانت ميوله ايه هو المفروض هو بيشتغل، مفيش اهواء، مفيش ميول، مفيش انا بحب مين اصلا وانا بشتغل، مفيش انا بفكر في مين، مفيش حاجه اسمها كده، الشغل شغل. ففي حاجه اسمها احترافيه في العمل. فالحكام بتوعنا لو فعلا بهذه المينتاليتي او هذا الفكر اعتقد الموضوع هيبقى اسهل بكتير، بس مع ده لازم يكون في ثقه مننا احنا. فعلى كل حال امين عمر من الحكام اللي لهم اسم كبير جدا، وبالتوفيق ليه وبالتوفيق لكل الحكام المصريين. نتمنى داخليا قبل خارجيا يكون في اصلاح للمنظومه، يكون في قوه، يكون في كمان يعني زي ما بيتقال كده احتراف فعلا حقيقي. وكمان الخبر اللي اسعدني في النقطه دي ان في مفروض هيكون في دورات تدريبيه كمان مؤخرا اتعملت للحكام عشان يطوروا اللغة الإنجليزية بتاعتهم عشان يعدوهم بقى للترشح كمان للقائمة الدولية، وتسهيل طبعا تواصلهم مع جميع عناصر المنظومة الكروية خلال المباريات. فرائع جدا اللي بيحصل، التطوير مهم جدا. واعتقد بيريرا كمان لو انا هتكلم تحديدا، هذا الرجل اتكلم اكتر من مرة ان هو عامل شورت تيرم ولونج تيرم بلان، الراجل ده جاي وعارف كويس قوي هو عايز يغير ازاي ويشتغل ازاي على الارض. فاعتقد ده خبر فعلا جيد جدا ان احنا نسمعه.